هذا؟ هلا شباب، اليوم نسوي تحدي نعيش في اكبر بيت فقاعة في العالم لمدة 24 ساعة. وقبل ما نبدأ التحدي لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ. يلا متحمسين؟ يلا نفتحها. يلا. وايد كبير، شوفوا شفاف، حشغلة. حبيت الكراسي؟ يلا نروح نكمل اثار. يلا جبت سرير عشان انام فيه. لا جبت كاع عشان زي البيت. حبينا كنب. واو دبابين. واو جبنا سرير صغير حطينا فيه ايس كريمات وتليفون. الو الو، تريد اشوف غرفة النوم؟ 1 2 3. ترى بنام فيها. واو جنة. واو كيوت جنة مهيب. واو وايد حلو. ما يكفي. أحلى شي في البيت غرفة النوم. حر حر بناكل آيس كريم. واو أنا باخذ هذا. وأنا هذا. كيف الحياة داخل الفقاعة الكبيرة؟ وايد حلو. كيف شفافة وايد حلوة. صارت الدنيا برد. صح بنات، شو حشرة غريبة. وين؟ هني موجود. امسك الحشرة بطلعها برا. لا لا شيلها شيلها. ماما قلع. ما قلع. حلزون. ايه مقزز. راح اجيب لكم مفاجأة. دقيقة الحين بتيجي. جبت لكم بالونة. لازم غزل نظيف. هموني. اوكي اوكي. يلا شوف شكلها. انا حركات. انا غزل نظيف. روح البحر. شوف انا حركات. انا حركات. صح يهي. الحين داري. انا شوف نظيف. رح نلعب مرة. راح اروح البحر. الحين لما تلغي بلاش تبيض تطلبون. انا اريد بيتزا. وانا بعد. وانا بعد. يلا قلت
البيتزا بتوصل بعد 10 دقايق. جوعانة. ناكل بيتزا. ولا بيتزا بمبروني ولا رانش. يومي شوفوها بسم الله. شكرا يا شهم. يا حلبينو الأكل داخل بقاعة هدوء صح؟ كوتي جاء شم الأكل. الله شوف البيت نقدر نشوف كل شيء برا صح. السماء طبيعة صح؟ داخل قيلولة بعد الغداء. بنات قوم قيلولة كان وايد حلوة. حبيتوا بالبيت؟ ايه. الحين وانا بعد يلا. رايكم رسمتي 1 2 3. واو هذا صح. هذه مين؟ هذا ميتي. ها انا ماسك الكاميرا وهالبنات ها كراسيهم. شوفوا الغيوم كيوت رسمتك. شوفوا رسمتي كيوت. احبك شفا شيخه غزل حبيب حتى انا احبه. شوفوا رسمتي. استمتعي؟ هيه. اليوم برنامج جديد نشوف النجوم. واو ادخل نجوم التلفزيون داخل الفقاعة. يعني بسمة واحلى اكل سناكات. بنشوف تلفزيون. شوفوا جبت هالبسكوت مع الشوكليت. جبت هالحلاوة. شو ضحك هو عصير مانجا هو حلاوة كلها. وغدا شو جبتي؟ بسكويت وعصير وبطيخ. جبت عصير وكوكب العرض وجلي. هالحلوة حامض متحمسة ذوقها. يلا بسم الله. حامض حامض ذوق شفا. اوكي حامض وانا بعد اريد ذوقها. يلا حامض صح. حامض واو كلكم بتناموا فيه له؟ يلا ننام. شوف السرير كيف كبير يكفينا كلنا. واو قبل ما ننام لازم نسمع قصص رعب. بحكيكم قصة مخيفة. واحد يا راح مكان يشبه يعني بحر وبعيد عن الناس وفي له صيد سمك يحب يروح يصطاد السمك. وبعدين في مرة راح في الليل بروحه بدون أي أحد معاه راح يصطاد سمك. وبعدين لما راح يصطاد سمك سمع صوت واحدة بنت تصيح في يعني منطقة برية خالية ما فيها ناس. سمع واحدة بنت تصيح ويساعدوني وتصيح ويساعدوني ساعدوني ساعدوني. بعدين هو راح عندها بيشوف من وين هالصوت. هو هد الحبل بعدها شوف النجوم. واو شوف فوق السماء هم تحت وايد حلو صح؟ صح.
متحمسة أنا من الاسترخاء. وأنا بعد. وأنا بعد. صباح على خير بنا. وإنتي متأهلة. حبيبات متناو خلاص. هاي. ناموا. بنات صباح الخير، يلا قوموا بنات، يلا قوموا، يلا اليوم الثاني. بنات كيف كانت النومة؟ وايد حلوة. مريحة ولا؟ مريحة. اوكي هذا الفيديو، ان شاء الله عجبكم، مع السلامة، باي.